قررت الشركة العربية الدولية للفنادق وشركاتها الحليفة اعتماد الطاقة المتجددة لتأمين حاجة الفنادق التي تملكها في الأردن من الطاقة الكهربائية والبالغة 23 مليونا و500 كيلو وات ساعة سنويا. ووقع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق المهندس نديم المعشر مع ائتلاف شركة أردنية وألمانية عقد إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 11 ميجاوات بكلفة 9 ملايين دينار تقريبا، وبحضور وزيري البيئة والطاقة. وسيتم إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الموقر لتغطية كامل احتياجات الشركة العربية للفنادق مالكة فنادق ماريوت عمان والشركة الدولية للفنادق مالكة فنادق شيراتون عمان، والمحطة الثانية في منطقة الدامخي سواقة لتغطية كامل احتياجات شركة الأعمال السياحية مالكة فندق ماريوت البحر الميت وفندق ماريوت البتراء. تأتي مع توجهات وزارة البيئة بالتشجيع على الاستخدام الطاقة البديلة لنظافة هذه الطاقة ولتخفيف الانبعاثات التي تصدر من الوسائل التوليد الطاقة المختلفة الأخرى، وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه المشاريع، وخصوصا أنه يأتي من ضمن المنافسة. هذه أول مرة الشركات الخاصة في الأردن تنطلق في استعمال الطاقة المتجددة سولار انرجي لكافة مشاريعها القائمة في الأردن، وتصبح كافة المشاريع حاصلة على الكهرباء من الطاقة الشمسية. هذه خطوة رائدة لم تكن بالإمكان أن تحصل ما لم تكن القوانين الناظمة المحلية تسمح بذلك وتهيئ الجو المناسب لهذا الاستثمار. الجدوى جدا ممتازة، بالدراساتنا العائد على الاستثمار يعادل 5 سنوات في حده الأعلى طبيعي على أسعار اليوم، إذا اختلفت الأسعار زادت بقل المدة، وإذا قلت الأسعار ترتفع المدة. ولكن الأهم من هيك أنه نحن اليوم عم نستثمر ل25 سنة طاقة شمسية.